أهلا بكم من جديد مشاهدينا. فقرتنا التالية مقال اليوم ويحمل عنوان ميزانية إسرائيل، الدولة تنتحر، للكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ أكرم عطالله. الأستاذ أكرم معنا لنقاش مضامين هذا المقال، أهلا بك معنا أستاذ أكرم. بداية لو بدأت معك، كيف أصبح ملف الميزانية داخل دولة الاحتلال ملفا حساسا قد يطيح بهذه الحكومة أو تلك؟ تحياتي لكم. هو ملف شديد الحساسية، لأنه بالموازنة التي إسرائيل تعيد هندسة المجتمع الإسرائيلي وتغيير وجه لا يشبه وجه الدولة الغربية التي كانت يوما، ويشير خبراء أنه لن يظهر هذا سيظهر خلال عامين، الكارثة ستظهر. هذا التوصيف، الكارثة الميزانية كارثة على الدولة، وتوصيف رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد، وتوصيفا مناكفا في السلطة والمعارضة بقدر ما هو تشخيص حقيقي لأزمة إسرائيل بعد إقرار هذه الميزانية. هذه الميزانية قد لا تطيح بالحكومة. الآن هناك تقر الميزانية على سنتين، هذا كان خلاف سابق أنه على سنة ولا على سنتين، ثم أتقر إقرار ميزانية سنة ثانية، هو في كل مرة بدهم يبتزوا كل نهاية سنة، فقرر يعني رفع قانون أنه يعني تقر لميزانية سنتين، أقرت ميزانية سنتين. لكن سنة العامين 2023-2024 132-139-2024، جل الميزانية تركيبة الحكومة وبالائتلاف الحاكم في هذه الحكومة. الائتلاف الحاكم هو يتم التحكم فيه من خلال أحزاب، يعني لنرى الأحزاب الأربعة المشكلة: حزب الليكود وهو حزب المركز، حزب شاس حزب ديني، شبكة تعليم دينية اسمها هميعيان وتعني الينبوع، حزب تاتورا تشكل من حزبين، حزب أجودات إسرائيل وحزب الهاتور، وحزب أيضا مشكل من حزبين وسموتريتش. هذه الأحزاب، القوى الدينية في إسرائيل هي مشروعها، مش له علاقة بدبلوماسي سياسي. أهم شيء أحصل على موازنة المؤسسات التعليمية، هذا ما حصل في الموازنة. شو يعني مؤسسات تعليمية؟ مؤسسات تعليمية في إسرائيل يعني تصنع أزمة شديدة على المدى البعيد، تهدد صاحب الدولة حقيقي. لما صحفي الإسرائيلي وصف إنه دولة تنتحر، هي تنتحر فعلا. نعم، دعنا نتحدث بهذه التفصيلات ونبدأ. كيف أتقنت الأحزاب الدينية التي كانت على الهامش واليوم أصبحت بيضة القبان كما يسمونها، كيف أتقنت لعبة الابتزاز لكل رؤساء حكومات الكيان الإسرائيلي وأخيرا نتنياهو؟ شوف، هو تشكيل الدولة كان حزب العمل كبير ولا يحتاج إلى شركاء في لتشكيل الحكومة، كان لوحده يشكل، ما كانت تلحق في أحزاب الأحزاب اللي جزء من الدكتوراه باعتبار أنه هي إشكنازية، يعني إشكناز أوروبا يمثلون، شاس تمثل يعني اليهود المتدين، والشاس تمثل متديني الشرق السفارديم، كان يلتحق فيه بس ما كان لهم مش دخل. ليش بدأ هذا حقيقي وقادرون على الثمانينات عند التعادل بين الليكودية فترة الثمانينات، صار ما يجيبش الحزب العمل أكثر من 60 مقعد والليكود ما يجيبش أكثر من 60، صار يجيب محتاج ليأخذ حزب من هذه الأحزاب. الأحزاب تجيد سنة الابتزاز، فكانت الفترة الذهبية هي فترة الثمانينات، هو مش بيأخذ الموازنة التعليمية والإغاثية. هم أيضا عززوا كل وجودهم كأحزاب، مش صدفة المجتمع بروح لليمين ولا اليمين الديني. نعم، عزز ذلك بجملة تشريعات، بمعنى إن بدنا دعم لثابت اللي هو المعاهد الدينية. طيب، بيفتحوا معاهد توراة جديدة،
طلاب معاهد الثوران يدخلون للجيش، اذا بياخذ راتب وهو قاعد في البيت. طلاب الثوران مش مؤهلين في العمل، ظلهم ياخذوا راتب. في حمايه عائلات كثيره الاولاد، قاعد يدرس ياخذ راتب يخلف كثير. اذا في قانون اسمه قانون دعم العائلات كثيره الاولاد، معنى نجيب اولاد وخسر مستورات. هذا ساهم على المدى البعيد في زياده، ولا الزياده هذه نشوفها ليش كل الانتخابات بتروح اسرائيل نحو اليمين اكثر. نعم. مش صدفه، لانه في شيء يعني بيعهد هندسه المجتمع الاسرائيلي الان بشكل اكثر وضوحا. لاول مره يستحقون بهذا الشكل على الدوله. في كل مره اهتزوا، بس حضورهم كان اقل. نتذكر شارون كيف اقال قاده شاس في ليله، قدر يشكل حكومه من غيرهم او ذهب مش قلقان منهم. اليوم نتنياهو مرعوب جدا، الاستطلاعات بتعطي خصومه اريحيه بتشكيل حكومه، وهو بيسقط في تحالفه، وبالتالي يعمل اي شيء حتى لا تسقط الحكومه. استجاب لتزاقم حسب المعارضه انه 14 مليار شيكل، 3.8 مليار دولار اخذت هذه الاحزاب، وهذا رقم نعم يساوي موازنه لوحده. لكن ازمه هذا انه روحوا الاولاد للمدارس، لا بيدرسوا رياضيات ولا بيدرسوا انجليزي ولا بيدرسوا لغات ولا بيدرسوا العلوم الطبيعيه، ممنوع دراستها القانون الاسرائيلي بالمناسبه. وهذا جزء من رغبه الاحزاب تغيير المنظومه القضائيه في اسرائيل والاصلاح القضائي، عدم تدخل المحكمه، لانه لما يصرف اموال للمدارس الدينيه بيقولوا هذه المدارس خالفه لروح القانون لانها لا تدرس المواد الاساسيه. نعم. اللي بتدفع عنها الموازنه. نعم. بدهم يهدوا مشان يسمحوا للموازنه. نعم. لو ذهبنا لغير المتدينين وهم قطاع عريض، يعني هل ينظرون إلى نتنياهو يستخدم موازنة الدولة من أجل الحفاظ على بيضة القبان والبقاء على كرسي رئاسة الحكومة؟ هل هذا من حقه؟ كيف هم ينظرون إلى تجيير هذه الموازنة لإرضاء هذا القطاع الديني والدولة كلها ذاهبة بهذا الاتجاه؟ شوف، ومن ضمن ما كتب حول هذا الموضوع، نتنياهو عندما سقط بالأمام أود باراك عام 2001 شكل شارون، أخذ معه بنيامين وزيرا للاقتصاد، وزيرا للمالية. بنيامين نتنياهو أبدى كفاءة غير عادية في الاقتصاد. كان في أزمة إسرائيلية، بدأت الانتفاضة وبدأت مقاطعة على إسرائيل والبضائع وغيره، دخل إسرائيل في نوع من الأزمة. كان بنيامين نتنياهو من إنقاذ الوضع في إسرائيل. اليوم ما يفعل، ما يكتبه صحفيين إسرائيليين، ما يفعله نتنياهو نقيض تماما من السير المادية نتنياهو الذي صنعه قبل حوالي عقدين. بمعنى أنه يختلف مع معايير مع قيمه ومعروف، ما عنده أي مشكلة. المشكلة في أنه يستخدم كل الأموال وكل الدولة يجيرها حتى لا يسقط. هذا أصبح بين نتنياهو، لكن ماذا سيفعلون في انتخابات حدثت؟ هم يتظاهرون، يعني شيء 28 يعني قبل إقرار الموازنة 20 خبير اقتصادي رفعوا رسالة له وقالوا له أنه هذا الأمن القومي الإسرائيلي تهديد، أنت تتحدث عن موازنة ستطيح، موازنة ستحول الكتلة الأكبر في إسرائيل إلى كتلة غير منتجة تعتمد على المساعدات الاقتصادية والاجتماعية من قبل الدولة، فقط بدرس التوراة لا يصلح إلى العمل. هذه الكتلة إذا زادت، يعني مثلا في حديث أحد من الخبراء قال إنه هذا حتى عام 2060 سيكون نصف طلاب إسرائيل كلهم معتدلين، ما ينفعوش لأي شيء على الإطلاق، بروحوش للجيش، مش جزء من الاقتصاد. طيب اذا 60 نص اسرائيل طلابها بدهم يكونوا معاهد دينيه ومش جزء من اقتصاد ولا جيش. طيب والعرب نسبتهم 25%، انت بتتحدث من 20 ل 25% يصلحوا لان يكونوا جزء من سوق العمل، وبالتالي نعم. بيقدروش يشيلوا دوله، ما بيقدروا يشيلوا دوله. طبعا انت ال 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 المنحنى متصاعد، تصل ل 2060، لكن تتخيل بعد 5 سنوات بعد 10 سنوات المنحنى صاعد،
تحول الجزء الأكبر في المجتمع الإسرائيلي بعكس ما قيمة الدولة، لما قيمة الدولة الجزء الأكبر بالعقل الأوروبي هو جزء فاعل ومدارس فاعلة ودرس الرياضيات. نعم، أشرت أستاذ أكرم إلى أن ختام ما تفضلت به، يعني عام 2060 سنكون أمام مجتمع نصفه معطل أو يعيش في الظل أو يعيش على راتب الدولة دون أن يساهم في الموازنة، وتنبأت أن هذا يمكن أن يشكل نهاية لدولة الاحتلال. لكن السؤال الذي أختم به معك، أليس كل مشروع الاحتلال هو مشروع استعماري غربي مدعوم من القوى الكبرى؟ بالتالي حتى لو سيطر هؤلاء على أكثر من 50% بالنسبة السكان لدى الاحتلال الإسرائيلي، أليست الغاية الغربية أن يبقى، بمعنى أنه سيجدون من يصرف عليهم لأن هناك مصالح لوجود الكيان الإسرائيلي في قلب المنطقة؟ يعني دعني أوضح، يعني المشروع الاستعماري أقام الدولة وفقا قيمه وقومته وثقافته وعاداته وتقاليده، وكانت إسرائيل كذلك عندما أقيم. هو مش صدفة حتى الآن لم توجه دعوة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة الأمريكية. طب إذا بدهم يظلوا محتلين زي ما هو كدولة إسرائيل فهي لا، كان شفنا. طب هو ما فيش دعوات لا لرئيس الوزراء، والاتحاد الأوروبي بيلغي الاحتفال بيوم الاتحاد الأوروبي لأنه بإنجليزي. لا لم يقيم، حتى لا أطيل كثيرا، لم يقيم هذه الدولة الدينية، هذه سيتهربون منها، ستكون عبء عليهم الأخلاقية والقيمية، منظومة لا تمت صلة للعالم الغربي، والعالم الغربي مصبوط على مصالح، لكنه لن يستطيع أمام ناخبيه لدعم دولة تخلفة، دولة فقيرة، ودولة مثال أبرز الاتحاد الأوروبي وبن غفير ما حدث ألغى، وبالتالي لا، سيتنصل العالم الغربي من دولة بهذه المعايير. نعم، كل الشكر على وجودك معنا أستاذ أكرم عطا الله، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، ضمن نقاش مقالك ميزانية إسرائيل الدولة تنتحر.